من جديد بجد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، عشان نوصل لمنصات التتويج ونحقق خمس بطولات كان ورا لعيبه النادي الاهلي قبل جمهور النادي الاهلي وجود جمهور النادي الاهلي. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي علي الوزير العمري فاروق والمهندس خالد مرتجي، مليون مبروك، الفرحه حلوه، الثقه اللي كانت موجوده في اللاعبين النهارده الصوره بتغني عن اي كلام. الحمد لله والف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي ولينا جميعا، وان شاء الله يبقى في مزيد من البطولات ان شاء الله لكل الفرق. ومبروك للطايره، مبروك للباسكت، ان شاء الله الكره قريب والهاندبول، ان شاء الله ربنا يكرم كده، ان شاء الله يبقى موسم دايما متميز يا رب. بعد المباراه الاخيره كان عندكم ثقه في اللاعبين، استمدتوا الثقه ووجود جمهور النادي الاهلي اللي النهارده بيفرح ببطوله الطائره والنهارده خامس بطوله لفريق كره السله، كان عندكم ثقه في اللعيبه؟ الفانيلا الحمراء، الفانيلا الحمراء ليها قوتها وليها بارقها، ولوجو النادي الاهلي على الصدر حاجه كبيره وحاجه تقيله. الحمد لله مبروك لاعبين رجاله على كل المستويات، والف الف مبروك جهاز فني ولاعبين وكلهم يا رب. مهندس خالد مرتجي النهارده واحد من جمهور النادي الاهلي، اتربى في بيت اهلاوي، النهارده واحد من الجمهور قبل ما يكون امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد المكافآت بقى. مهندس النهارده فرحه كبيره جدا، اعتقد النهارده بتوفوا الوعد اللي وعدتوه لجمهور النادي الاهلي. بص لعيبه رجاله، جهاز فني على اعلى مستوى، يعني الحقيقه زي ما انت قلت الاداره موفره كل حاجه للفرقه، الفرقه تستاهل، واللي يستاهل اكتر من كل دول جمهور النادي الاهلي. فربنا كرمنا النهارده بالطايره وربنا كرمنا بالسله، باذن الله تعالى ربنا يكرمنا بالهاندبول، وباذن الله تعالى ربنا قبل كده كرمنا بسوبر الهاندبول الافريقي، وان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي احسن وربنا يكرمنا في كوره ان شاء الله. النادي الاهلي دايما بيدي رسائل، والرساله اللي شفناها النهارده ان الكابتن رؤوف عبد القادر موجود بجنب الكابتن خالد العوضي، هي دي الروح اللي زرعتوها داخل جدران او حافظتوا عليها داخل جدران البيت الاهلاوي. احنا طول عمرنا اتربينا ان اجيال بتسلم اجيال، الكابتن رؤوف له دور كبير قوي في الانتصارات دي. خالد المهندس خالد العوضي بيكمل هذا المشوار، وباذن الله ربنا يوفقه. خالد العوضي من المكاسب الكبيره اللي النادي الاهلي اكتسبها، ابن من ابناء النادي الاهلي من المخلصين، بيشتغل ليل نهار، وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا برضه عشان نسعد جمهورنا، ويبقى دايما الاهلي هو اللي بيسعد جماهيره العربيه والمصريه والجمهور المصري بصفه عامه والاهلاوي بصفه خاصه. نشكرك يا باشمهندس، وان شاء الله الفرحه تكمل بالكوره، عارف جماهير النادي الاهلي مستنيه البطوله الافريقيه. يا رب ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله. شكرا يا باشمهندس.